لمزيد من المتابعة والتحليل والقراءة في الوضع الفلسطيني ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. بداية وبعد التحية أستاذ جميل، جهود حثيثة بذلتها مصر وما زالت تبذلها من أجل التوصل لاتفاق ينهي بالطبع معاناة الشعب الفلسطيني، كيف قرأت تلك الجهود المصرية في ضوء آخر ما توصل إليه كل من حماس وإسرائيل بشأن الهدنة الجديدة؟ هو طبعا الدور المصري دور معروف جدا منذ بداية الأزمة، من يوم 7 أكتوبر حتى اليوم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل كل الجهد وكل الإمكانيات للدولة المصرية من أجل الوصول إلى هدنة ومن أجل وقف إطلاق النار ومن أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة. طبعا الدور المصري دور معروف ودور كان مهم جدا على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية، وده جاء من خلال طبعا لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بقيادات العالم ككل والدول الكبرى، وأيضا المستوى الدبلوماسي من خلال طبعا لقاءات وزير الخارجية في العديد من دول العالم. طبعا احنا شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع خلال هذه الفترة أن يغير وجهة نظر العالم أمام ما يحدث في قطاع غزة، من أنه دفاع عن النفس كما أعلنت إسرائيل من قبل إلى أنه عدوان غاشم على قطاع غزة، محاولة تصفية القضية الفلسطينية بشكل بالقوة، ومحاولة أيضا تهجير المواطنين من قطاع غزة. هو ده كان، وكان في خطوط حمراء وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان من قبل كان هناك هدنة إنسانية من أجل تبادل الأسرى، وكان مصر ليها هي الدور الأكبر في الوصول إلى هذه الهدنة. وطبعا احنا شايفين كان في إشراف مصري في نقل الأسرى الإسرائيليين إلى إسرائيل، وطبعا مصر مستمرة منذ ذلك الوقت حتى اليوم في الوصول إلى هدنة جديدة، وهو ده اللي وصلنا ليه في الوقت الحالي. المحاولات المستمرة من جانب الدولة المصرية لتنفيذ هذه الهدنة، محاولات مستمرة بشكل كبير من خلال لقاءات طبعا الرئيس عبد الفتاح. إذن الأمور أستاذ جميل تتجه إلى العودة مرة أخرى إلى المفاوضات أو طاولة المفاوضات وعودة أهالي فلسطين إلى منازلهم؟ هو بالطبع في الوقت الحالي العودة إلى المفاوضات، وهو ده اللي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة حتى اليوم، إن هو يجب وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات مرة أخرى، لأن ما يحدث في الوقت الحالي هو محاولة لإبادة جماعية لأهالي قطاع غزة. احنا لو نظرنا على الجانب الآخر فيما أو الأهداف اللي دخلت إسرائيل ليها الحرب، الأهداف اللي كانت المعلنة أولا القضاء على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، والهدف الثاني هو تحرير جميع الأسرى. لم تحقق إسرائيل أي من الهدفين خلال الفترة الماضية منذ يوم 7 أكتوبر حتى اليوم. كان في هدف طبعا غير معلن اللي هو محاولة تصفية القضية الفلسطينية، وده اللي رفضته بشكل كبير جدا الدولة المصرية، وأيضا محاولات التهجير القسري ده اللي تم رفضه بشكل كبير من الدولة المصرية ووضع خطوط حمراء. إذا العودة مرة أخرى إلى المفاوضات. نعم، وبالتالي يعود يعني أهل فلسطين إلى منازلهم وتعود الحقوق إلى أصحابها. شكرا جزيلا الأستاذ جميل العفيفي مدير تحرير الأهرام.